اليوم ايوب تيجاني كيحاول يفرض اسلوب جديد خاص به ويمكن يتهرب حتى من جلباب العندليب <applause> والصوره يمكن ولا السمعه اللي عند الناس بعض الناس على سي ايوب فعلا وربما عدد كبير من الناس اللي كانوا شبوني بعبد الحليم حافظ هي بصراحه هي تشريف هي تشريف هي بالعكس انك يشبع صوت راه ماشي اي واحد ممكن كبيرة. يغني اصلا ولا يتجرأ يغني بطبيعه الحال, الحال حليم حافظ هذه هذا تشريف وتشريف كبير ربما رغم انني كان اجد ان الصوت صوتي بعيد ماشي ربما نفس المدرسه ولكن بطبيعه الحال بعيد كل بعد هذا كيف قلتي ربما محفز يخليك انك تبحث في الوان غنائيه واحده اخرى جديده أو استيلات موسيقية جديدة التي تجعلك تبعد من خندق عبد الحليم إلى مسائل أخرى